عدول قل لي شنو هو قص اليوم المرسى باش تقتل الطرح من البرمير ميتون؟ شوفنا تبارك الله او نيفو اوفنسيف بون خذاكم فروا من بعد او نيفو اوفنسيف رجعت المرسى كوم يفو. سفيان موسى نزل على لي دو سونترو داربي لقى الاسباس العمراني باش يدور كيما يحب. علاش ما قتلتوش طرح من الاول سورتو حتى الريحه معكم اون فيت اون بليس البرمير ميتون؟ ممكن اكثر ايمان بالنفس معناها عندهم ثقه في روحهم اكثر ويمنوا اللي نجموا ناخذوا معناها نرجعوا في النتيجه وناخذوا الاسبقيه حتى في الشوط الاول. كان الريح مساعدنا جات البرشا معناها فرص كنا نجم نسجلوها. هنا وين جي شخصية الملعبية معناها يلزموا يتعلموا للأسف قاعدين يتعلموا بالخسائر مدو ديفيد كو كو سور كو هذوما وما نستحقوهمش للأسف في الغالب. وبليس عاد ما عادش كان لاحظت أنت ملي دو سور بالا ليتي وزوز على اليسار بالضبط ما تخدمتش من هاد الخمس سنين ممكن نزيدك حاجة أخرى نفس اللاعب نفس اللاعب اللي عمل الفوت ولا بالضبط دونك في لي زونترينمون نصلحوا سي لا جونيس سي لا جونيس سي لا جونيس بالضبط. قل لي في راسه هبط دوزيام ميتون نعرفوا كوبارجي عنده برشا في سقي تفرجنا عليه في كوب دو موند مي اسكو انت تو بونس الجور دو ماتش هذايا هو اللي مش يعطيها كره في سقيها؟ قلت في راسي نجم يعطينا كور باهين قلت ولا بتاعت لي زاتاكون الكور ولا نجم الساحي كان يدافع معناها بركة معناها قلت الكور الجاي اون دوزيام بال ياخذهم يعطينا كور نتاع عنده 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 فنيات تسمح لنا باش يجيب مخالفات ولا يعطي معناها تمريرات باهيه. ممكن هو قله الخبره نتاعو خلت تتيح اللي صار برشا ما طلبش منه هذا قلت تحت لي زاد قرب ياسر الهنيد قرب ياسر قرب ياسر الهنيد بالضبط باش يجي على ساقه اليسار متعودين يلعبوا مع بعضهم. اما انا ما طلبت منه باش يجي تحت لي زاتاكون لي دو زاتاكون نتاعنا اللي هو عمراني وسفيان موسى ما نطلبوش منه اكثر من هكاك تو يكبر وتو يتعلم ليسونسيال اللي البيه فايدة موجود عنده هي الامكانيات. سي بوان من الكاتريم بلاس اسكو تحسب اسكو انت اليوم كي تحسبها تقول بعد التروزيام الكاتريم بلاس توا في اللحظه ذي وما نقولش بون ما نقولش بعد لا لا كل شيء ممكن مازال جاينا سيري نتاع ماتشوات ممكن اقل من الماتشوات اسبيرونس يا بي ليتوال ممكن نسترجعوا فيها اللي خسرناها في المباريات اللي تعدى. انت توا كم لاحظت انت على الاقل كنت تتابع في ليتوال ك مدرب وطني قبل اليوم اسكو فما تغيرت ليتوال بقدوم لومير حسب رايك انت؟ انت كعين معناها من بعيد تغيرت طريقه اللعب وممكن الوقفه نتاعهم معناها مع قدوم تاج ويوسف عطاو الوصل الميدان نتاعهم معناها اجريسيفيتي اكثر ولات تحس ولات واحد ولاو يلعبوا بطريقه مخالفه معناها 4-4-2 اون لوزونج معناها يعطيهم البوسيبيليتي بارابور لكاليتي الموجوده تغير طريقه اللعب حتى ولو انه ما بدلوش برشا في الشوط الثاني قاو في مشاكل ما بدلوش برشا معناها على كره ثابته انا كنت نستنى اذا ما تسجلش الكره الثانيه شنو اللي باش اون تروا اتاكون ولا يلعبوا بدو بيفو هذا اللي ما غيرش ما الهدف هو اللي يخليه يستحفظ ويخرج ان دومي ودخل ان بيفو واحد اخر. بزرمو عاد اليوم رينيك حتى مع المسيرين يتريض فيهم على الاربيتر شاري خش فما على البونتو شنو فيه؟ الاربيتر ما بون شنو فيه البونتو؟ نحن من الفوق مارينا في شيء. لا هي المخالفه السابقه. انت قلت لي توا الفوت هي بيدها يعملها هو بيدها دي جونيس. هي تعرف بالفوت. هي فما دي فوت اللي تعطاها وما تعطاهاش. معناها شارج لا فما اجتهاد فما شارج صغيره معناها هي تتعطاها ما كان ينجم يعطيهاش هي تنجم تعطيها وتنجم تعطيهاش اون بلوس اون بلوس ما فماش اللي شارج كبير ولا حاجه دزه صغيره اذا هو يتسبب ما نعرفش ما نجمش نحكي عليه اذا هو يتسبب مش يعطيك فراغ هذيك ما نجمش نحكم عليها الحق هو بلوس مش هو اللي عطاها الجوج اللي عطاها اللي طوال تسحق ربح اليوم ولا لا؟ على مردود لا كمردود لا كخبره مبروك عليهم يا عشكاز.